قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الهرج، القاتل والمقتول في النار. فبدأ الكثيرون يلاحظون تسارع الأزمان، فقد أصبحت السنة كالشهر والشهر كالأسبوع، وقلت البركة وزادت الحسرة، كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رحلت الأيام دون أن نشعر، ومر الوقت سريعا، لكن الوقت كما هو واليوم كما هو لم ينقص. فما الذي حدث حتى تسارعت الأيام؟